وللمزيد مشاهدينا حول اجتماعات وزراء خارجية العرب ينضم إلينا من مقر جامعة الدول العربية مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، يعني اطلعنا على الأخبار التي وردتنا من هذه الاجتماعات، اجتماعات الدورة، أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. ربما لديك معلومات قد رشحت من الاجتماعات الجارية أو الاجتماعات التي انتهت. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ صباح اليوم بدأت هذه الاجتماعات المغلقة، بدأت باجتماعات اللجان. ربما ذكرتم أيضا أنتم اجتماع القدس، لجنة القدس التي تحدثت عن الوضع القانوني الذي طالما تحدثت عنه مصر وجامعة الدول العربية للقدس. ولكن أيضا كان هناك في هذا الاجتماع التعديات الكبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على القدس ومحاولة تغيير الهوية الخاصة بمدينة القدس. كان هذا ربما هو لب النقاش اليوم في لجنة القدس، خصوصا في ظل التعديات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي على الفلسطينيين. وكانت اليوم القضية الفلسطينية ربما هي من أهم الملفات التي تمت مناقشتها في عدد من اللجان، ولكن ربما الأهم هي لجنة القدس. وأيضا كما ذكرتم في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تحدث عن الحكومة اليمينية التي بالفعل متواجدة الآن في الحكومة الإسرائيلية، هذه الحكومة التي تساعد بالفعل على توسع نشاطات الاستيطان المختلفة داخل الأراضي الفلسطينية، ولا تحاول الوصول لحلول سلمية أو الوصول لحل الدولتين التي تسعى لها جامعة الدول العربية في محاولة الحفاظ على حقوق الأراضي الفلسطينية. بدأت هذه اللجنة صباح اليوم، تلتها بعد ذلك لجنة أخرى برئاسة مصرية، وهي لجنة الحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية بشكل عام. وهذه اللجنة عفوا كانت برئاسة السعودية، هي حد من التدخلات الإيرانية. وكان هناك أيضا لجنة أخرى للشؤون، التعامل مع شؤون التركية والشؤون العربية والوصول لآليات حلول بين تركيا وجامعة الدول العربية. كانت هذه ثلاث لجان مهمة تم عقدها صباح اليوم. ثم بعد ذلك تسلم سيد سامح الشكري وزير خارجية المصري في الاجتماع 59 بعد 100 رئاسة هذا الاجتماع اليوم. وأيضا خلال كلمته تحدث عن عدد كبير من الملفات، ومن أهمها بالطبع القضية الفلسطينية كما ذكرنا منذ قليل، ولكن أيضا تحدث عن القضية الليبية والتأكيد على وصول للحل الليبي للقضية الليبية بناء على اتفاق السخيرات الذي تم من قبل، وأيضا التأكيد على حل الميليشيات الموجودة بالفعل على الأراضي الليبية في محاولة الوصول لحالة الاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة لها. بعد ذلك عدد أيضا من الملفات الخاصة بالتحرك الأحادي لإثيوبيا في التعامل مع ملف المياه ومما يؤثر بشكل سلبي على مصر وعلى استقرار المنطقة بشكل عام، وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق المائية الموزعة بشكل عادل على الدول الأفريقية. ولكن أيضا اليوم كان هناك كلمة لضيف الاجتماع اليوم، وهو وزير الخارجية لجمهورية أرمينيا السيد أرارات موريزيان، والذي تحدث أيضا عن أهمية توطيد العلاقات بين الجمهورية الأرمينية وجامعة الدول العربية في العديد من الملفات. عظيم جدا كريم، يعني تحدثت عن اجتماعات، تتحدث عن الحد من التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، أيضا تحدثت عن الاجتماع الخاص بالتدخل الإثيوبي، تحدثت أيضا عن الاجتماع الخاص بالانتهاكات الإسرائيلية. سؤالي هو، هل لديك أي معلومات عن أي مثلا قرارات ربما يعني المجتمعون في صددهم إلى صياغة هذه الاتفاقات أو القرارات التي قد يخلص بها الاجتماع النهائي والمؤتمر الصحفي النهائي لهذه الدورة؟
بالطبع بعد الجلسة العلنية جاري الآن جلستان مغلقتان، هذه الجلستان مغلقتان بعدها ستخرج هذه القرارات في مؤتمر صحفي على الأغلب، أو ربما ستخرج قرارات بشكل عام معلنة من جامعة الدول العربية. ولكن كما ذكرت، ما الذي من الممكن أن يخرج أو قد يخرج كما سألت حول هذا الاجتماع اليوم؟ ربما كما ذكرت القضية الأهم اليوم هي القضية الفلسطينية، سيكون هناك من الطبيعي دائما في هذه الاجتماعات التأكيد على الحل السلمي، حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، ربما هذه النقطة الأهم، تنديد دائما ب التصرفات التي تقوم بها قوات الاحتلال من توسعات استيطانية داخل الأراضي الفلسطينية، وخصوصا بعد الإجراءات التي يعني حدثت خلال الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية في عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية على سبيل المثال ونابلس، وكان هناك الاجتماع الطارئ منذ أسبوعين تقريبا حول الانتهاكات الإسرائيلية وانتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. ربما هذه ستكون القضية الأهم في التأكيد على حل الدولتين والتأكيد على وقف هذه النشاطات الاصطناعية ووقف يعني التعامل العنيف مع الفلسطينيين واستهداف الفلسطينيين المدنيين. هذه النقطة ربما الأهم ستكون في المؤتمر الصحفي. ربما أيضا هناك كما ذكرنا الملف الليبي، خصوصا في ظل يعني هذه التوترات على الساحة الليبية، نتحدث عن يعني مساعي مصرية كبيرة. هو ملف طبعا مهم جدا كريم، ملف ليبي. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من جامعة الدول العربية. أشكرك شكرا جزيلا.